واش نقول لك ولات شيء عادي، هذه سنه الحياه، كيموت فنان بقى فينا الصراحه لانه هو اختار العزله ديالو، ربما ما كانش اختياريه، ربما بعد الموت ديال الزوجه ديالو هو اللي بعد عن الانظار، ولكن هذه السنين حتى حنا ما شفناش في التلفزيون، ماشي لشخصه ولكن لتغييب الادوار ديال الجيل الاول، ما بقاوش بزاف للاسف. هنا خصنا نتداركوا ونقولوا لا، هذاك الجيل خصنا نكتبوا لهم، خصناهم يكونوا حرام على ان الاواخر ديالهم تكون بهالطريقه. الموت حق، ولكن باش يموت وهو يعاني من النسيان والخذلان، هادشي اللي كيبقى فيك. انا كيبقى في داك الجيل تنقول حرام حرام، ما يكونش فينا الخير الا ما اعترفناش بالمجهودات اللي دار داك الجيل والتضحيات مع نحن عليه اليوم، لولاهم لما وصلنا لهادشي هذا. في الاخير كتقول راه مات، لا ينفع الا صدقه جاريه او ولد صالح يدعو له، وحتى الناس الا شهدوا فيك بالخير واحد 10 ولا 20 الناس راه تحسب لك. الحمد لله جميع الفنانين، جميع الاطياف ديالهم، جميع اطياف ديال الشعب المغربي كتشهد ليه بحسن الاخلاق، والانسان كان متبات، وانسان كان لسانيات، وانسان كان كبير، عاش كبير ومات كبير. الحمد لله ما دلتش لانه عنده وليداته داروا به، الحومه ديالو، الناس اللي قرابين ليه، الله يرحمه الله يوسع عليه. ها عسى ان نقول انا لله وانا اليه راجعون.